المختبر، صدق صدق متحمسة. وأنا بعد، خاصة يوم أخلط المواد ويا بعض ويطلع شيء جديد. هلا حبيباتي، اليوم عندنا درس جديد. تحيدون درس البرمائيات؟ اليوم بنتعلم أكثر عن واحدة من البرمائيات. بوزع عليكم علب صغيرة، بس لا تبطلونها لين أخبركم. ضفدع؟ واو حلو، ضفدع أخضر وصغير بعد. تحبين الضفادع؟ شو؟ هيه شوفي كيف حلوين، حتى ريومهم صغيرة. والله ما عرفتك فطوم. شو فيك أمونة؟ آسفة أبلة، بس أنا أخاف من الضفادع، ما أروح حتى أطالعها. لازم تكونين شجاعة وجريئة ولا تخافين، ما بيسوي لك شي دامه في العلبة. هلا ماما. هلا حبايبي، أباكم تتغدون وتخلصون دروسكم بسرعة، لأن بنسير المول، أبا أشتري شوية أغراض. ماما، عادي أشتري فستان جديد؟ إذا لقينا شيء حلو مو مشكلة، بس أنتوا خلصوا بسرعة. شايف أدخل المحل الجديد بآخر طابق؟ فكرة حلوة، خلونا نبدأ من فوق وننزل. يلا تعالوا من هالصوب. ماما لازم نركبه، ليش ما ناخذ المصعد أسرع؟ علي بعد يخاف من السلم المتحرك. لا طبعا ما خاف، بس أبا راحة ماما. لا تخاف حبيبي علي، السلم أسرع، المصعد أكيد زحمة. أغراض شي أحسن، بسيرة غسل يديني. بجهز عمري عشان أدرس. بسم الله، كأني شفت شي يتحرك. اشتريتوا كل شيء اليوم؟ هي بابا، اليوم ماما شرت لي فستان جديد. مبروك حبيبتي. وسيف وعلي؟ اشتريت ملابس رياضة جديدة بس حق الأبطال. ممتاز ممتاز، مبروك يا شباب. بس ما قلتوا لي شو اشتريتوا حق بابا؟ ماما اشترت لك قميص جديد. صدق؟ عيل بشوفه أول ما خلص أكل. صح سيف، أباك تساعدني اليوم، لازم أنزل ستور اللي تحت عشان الصيانة. ستور؟ بابا ما يستوي علي ساعتك بدالي اليوم؟ لا حبيبي، اليوم دورك، لازم تشوف أبوك شو يسوي وتتعلم منه. باكر يوم تكبر بتسوي هالأشياء بروحك. بروحي؟ لا ما با. مسكين سيف، بعد يخاف من هالمكان يتحرى فيها شباح وينانوا. ما يخصه، ما خاف من شي، بس اليوم تعبان. لا تحاتي سيفو، بكون معاك وما بتعبك. يلا أمونة، يا وقت الدراسة. أول شي بحل واجب العلوم. بسم الله، من وين طلع هالصوت؟ مستحيل يكون جاي من برا، الدريشة مسكرة. الضفدع داخل غرفتي؟ ايه يا ضفدع، الله يخليك اطلع من غرفتي.
بيتي بليز. ماما علي سيفو، حد فيكم يساعدني؟ هناك في الغرفة، فيه. شوفي في الغرفة حبيبتي. ضفدع. ضفدع؟ كيفتي؟ كيف دخل الضفدع هني؟ لا تخافين، أنا أبوك البطل، بحميك من الضفادع. يلا تعالي. ها بابا حصلته؟ مارو ما حصله. شو بتسوي فيه إذا حصلته؟ بشله وبطلعه من الدريشة وبيسير الحديقة. حبيبتي مو برأي ما حصله، أكيد شرد. متأكد؟ يا بنتي دورت في كل مكان، يمكن خاف وشرد. يلا تعالي وكملي دراستك. ما رمأتم يالسا، لازم أدوره، بجهز عمري. والحين أنا جاهزة، نبهني بزين لقيت اللبس اللي كنت أدوره. ما بمل بدور أكثر. يمكن كلام بابا صح، شكلها الضفدع خلاص شرد. بصير أغسل وجهي، تعبت وأنا أدور. لا وين ممكن يكون؟ يعني يمكن غرق؟ يا ضفدع وين صرت؟ يوهو عمي ضفدع. شي السالفة يعني؟ تبى تتحداني؟ بعدك ما تعرفني، أنا أمونة، ما بخليك تتم في البيت، يا أنا يا أنت. لا حد يخاف، أمونة وصلت وبتنقذكم. تتحرى أنك أحسن عني؟ أمونة شو تسوين؟ أدور عليه. منو؟ الضفدع. أمونة تخاف من الضفادع مسكينة. هذا مو بشرط أي ضفدع، ما شفت مثله من قبل، قوته عجيبة في الهروب. بس ما عليكم، أنا بغلبه وما برقد الليلة غير يوم أحصله. يا عيال شو صاير هني؟ زلزال؟ هي زلزال اسمه أمونة، أبا كل شيء يرجع وين ما كان بسرعة. أتوقع أنك سمعتي ماما شو قالت عدل. سمعت سمعت، أتوقع الضفدع طلع من هني ما لحس، بصير أدور عليه برا. والغرفة يا أمونة؟ رادة رادة. حصلتك. وأخيرا أمونة شو مستوي؟ شرد شرد. رتبت غرفة علي وسيف ورجعت كل شيء مكانه في الميلس، حتى الحمام نظفته. وايد تعبت، ما أدري إنها الضفدع والدوارة وراه بتعبني شي. خلاص يا ضفدع أنت فزت، أنا خلاص ما أروم أتحرك. طلعت
المدرسة. خلاص انت فزت علي، بس انا ما كنت اخاف منك. لا تخاف، باكر بردك المدرسة، والحين لازم ننام. تصبح على خير عمي الضفدع.